بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا. سبحان الحي الذي لا يموت. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية المباركة، تلك الليلة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، جميع عائلات أبو حطب، تكريما منهم للراحل الكريم الحاج عبد العزيز أبو حطب عليه رحمة الله، الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة العطرة. ونحن نتنسم ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل المولى عز وجل في هذه الليلة أن يبلغ ثواب قراءة القرآن إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نتقدم باسم ابناء الراحل الكريم باشمهندس عادل عبد العزيز ابو حطب، الحاج هاني عبد العزيز ابو حطب، وجميع عائلات ابو حطب بخالص الشكر والتقدير الى كل من خطى خطوة الى هنا لاداء واجب العزاء. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، لقد شرف المكان بذلكم العلم القرآني الإذاعي، علم مصر والعالم الإسلامي، ذلكم القارئ الذي استطاع أن يرسم لنفسه رداء خاص تحت قبة سماء القرآن، صاحب الصوت المميز والأداء المتميز فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، عالم اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والقران بالمعالي مركز منيا القمر. ولقد شرفت في هذه الليله بعالم الاعلام العالم الجليل فضيلة الدكتور عبد الحكم ابو حطب، الذي نشرف به دائما في كل مكان. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ودائما القرآن امامنا وامامنا، خير كل ذي بدء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. هيا بنا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ليتعطر المكان بنور القرآن الكريم، لنسعد واياكم بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، سائلا الرب في عليائه أن يتجلى عليه وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لهم أجرهم عند
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن ولا تظلمون
وإياك ندعو أسرت يا فمغيرة إلى ميسرة فنغيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وأن تصدقوا خير لكم وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة يا الله
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. يا أيها الذين تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
فرجل وامرأة فرجل واستشهدوا شهيدين من رجال فإن لم يكونا ولا يأبى الشهداء ولا يأبى الشهداء ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم
واتقوا الله ويعلمكم الله. والله بكل شيء عليم. وأشهدوا الله ويعلمكم الله. اللهم ارزقنا تقواك. اللهم ارزقنا تقواك يا عظيم. اللهم ارزقنا العفو والعافية يا كريم. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ساعدت واياكم بهذه التلاوة القرآنية المباركة على العطرة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي عالم مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت إدارة مؤمن أنيس الفتهاني النخاس مركز الزقازيق. الهندسة الكهربائية الكبرى بأدخل محطات الديزل كبرى قشور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى الحج عطية أبو غنيمة إدارة الحج عبد الله عطية أبو غنيمة مهندس محمد عبد الله عطية أبو غنيمة مؤسسين أعمال الفراشة على مستوى الوطن العربي. الخدمة الفندقية المتميزة بوفيه الصفا إدارة المتر محمد أبو المجد والسيد وجيه والزمرونية أصحاب النفس الطويل والمذاق الجميل ودائما المتميزين. الوحدة الفنية لتصوير كبرى الحفلات الدينية
باشمهندس ناصر صلاح الزقازي. تتقدم الأسرة الكريمة جميعا جميعا إلى أبو حطب. ونتقدم باسم أبناء الراحل الكريم باشمهندس عادل عبد العزيز أبو حطب والحاج هاني عبد العزيز أبو حطب بخالص الشكر والتقدير إلى كل من خطى خطوة إلى هنا لأداء واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل أن لا يريكم مكروها أبداً.